السلام عليكم، انا وحيد وينر من وينر تنس شو. النهارده هنتكلم على حاجتين مهمين جدا في مضرب التنس: وزن مضرب التنس وتاثيره، وحجم الهيد سايز او ساعه الطاره وتاثيرها. اولا هنتكلم على اوزان مضارب التنس وتاثيرها. في البدايه لازم نعرف ان وزن مضرب التنس من اول حاجه انت كلاعب تنس بتسال عليها: ايه وزن المضرب اللي يناسبني؟ فوزن مضرب التنس من اهم العوامل المؤثره في ادائك انت كلاعب، فلازم تلعب بالوزن اللي يناسبك اللي يطلع منك احسن اداء. طب ايه هي الحاجات اللي بتحدد الوزن اللي اشيله؟ اول حاجه السن، 10 سنين غير 16 سنه غير 25 سنه. السن من اهم العوامل اللي بتاثر في وزن مضرب التنس، ودايما في كل سن في رينج وزن معين نلعب بيه. تاني حاجه القوه العضليه، بمعنى قوة الولد غير البنت، في فرق ما بين ولد وولد في القوة العضلية، ما بين بنت وبنت، فالقوة العضلية من أهم العوامل المؤثرة برضه في وزن مضرب التنس. تالت حاجة طريقة لعبك، أنت من اللعيبة اللي بتلعب بتحب تلعب على الخط تلم، من اللعيبة اللي بتحب تهاجم تلعب على الشبكة، طريقة لعبك بتحدد وزن المضرب اللي أنت تلعب بيه. رابع حاجة أنت مبتدئ ولا هاوي ولا بروفيشنال، دي برضو من الحاجات اللي بتحدد وزن المضرب اللي انت تقدر تلعب بيه او بيأثر في ادائك، فدي الحاجات اللي بتأثر في الاداء. اكتر واحد يقدر يساعدك في وزن مضربك هو مدربك، هو اللي عارف عيوبك، ايه اللي انت محتاجه، محتاج تطور ايه، ايه الوزن اللي تقدر تلعب بيه وتطلع بيه احسن اداء. المدرب هو اكتر واحد واحسن واحد يقدر يساعدك في وزن مضربك. احنا كلامنا دايما كلام نظري، المدرب كلامه كلام عملي، هو اللي شايفك، هو اللي عارف لعبك، فالمدرب هو اكتر واحد يقدر يساعدك في تحديد وزن مضربك. معلومة مهمة جدا لازم نعرفها: وزن مضرب التنس دايما 99% بيبقى مكتوب على وزن مضرب التنس بدون الفتلة، بدون الاوفر جريب، بدون منع اهتزاز، بدون بروتكشن تيب لو انت بتستعمل الحاجات دي. فاحنا هنتكلم على الاساس اللي احنا بنحطه في المضرب اللي هي الفتله. وزن المضرب دايما بيبقى مكتوب من غير وزن الفتله، بمعنى انا لو رحت اشتري مضرب، المدرب قال لي هات مضرب 300 جرام، هل انا المدرب عايز 300 جرام توتال المضرب يكون في ايدي 300 جرام، ولا عايز 300 المضرب يكون 300 جرام من غير الفتله؟ لان دايما لو جبنا المضرب ووزناه هنلاقيه 300 جرام. الفتله بتعمل وزن كام؟ الفتله دايما بتعمل من 15 ل 20 جرام كوزن في المضرب، فانت لازم دايما تضيف على وزن المضرب من 15 ل 20 جرام. طب لو انا بحط اوفر جريب تضيف من 6 ل 8 جرام اوفر جريب، طب لو انا بحط منع اهتزاز تضيف من جرام ل 4 جرام، لو انا بحط بروتكشن تيب او حمايه هنا بتتحط فوق اضيف من 3 ل 5 جرام. اي حاجه بتتحط في المضرب كاكسسوارات والفتله كمان بتضيف وزن، فدي معلومه مهمه جدا لازم نعرفها. احنا عايزين ايه توتال مضرب في ايدينا في الاخر، دي حاجة مهمة جدا. نيجي بقى للسؤال المهم: امتى العب بمضرب تقيل وامتى العب بمضرب خفيف؟ امتى انا كلاعب تنس العب بمضرب تقيل وامتى العب بمضرب خفيف؟ احنا بنتكلم، لو المدرب ما قالكش، احنا بنتكلم على بنشرح الفروق واوزان المضارب، بنشرح الفروق ما بين المضارب الخفيفة والتقيلة واوزانها وتأثيرها. فامتى العب بمضرب تقيل وامتى العب بمضرب خفيف؟ في الاول احنا عندنا ثلاث ستايلات او السوينج، مرجحة ايد. احنا هنتكلم عشان نشرح ببساطه شويه من المصطلحات عشان احنا عايزين كله يستفيد، اللي ما بيلعبوش تنس عايزينهم يلعبوا تنس، عايزينهم يجربوا لعبتنا. مرجحه الايد في التنس ثلاث حركات لمرجحه الايد: مرجحه قصيره، مرجحه متوسطه، ومرجحه سريعه. انا اسف هقرب شويه اوريها لحضراتكم، وبرده هي لو مش باينه قوي ان شاء الله هنشوفها في اول تعليق. دي التلات حركات لمرجحة الإيد في لعبة التنس: القصيرة قوي، دول اللي مجهودهم قليل جدا اللي بيدوروا على الباور، السريعة جدا، دول اللي مجهودهم عالي جدا اللي هما بيدوروا على الكنترول، الباور طالع من حركة إيديهم ومن جسمهم طالع للمضرب. المتوسطة دول اللي بيبقوا عايزين باور وكنترول مع بعض، مجهودهم متوسط. فدول التلات حركات لمرجحة الإيد في لعبة التنس، بنقول عليهم احنا السوينج بتاع مرجحة الايد. فدي
اول حاجه لازم نعرفها في تحديد الوزن تقيل او خفيف. تاني حاجه، في نظريه في الفيزياء، بتلخص كل حاجه في مضارب التنس، النظريه دي بتقول ان السرعه بتدي للوزن قوه، سرعتك تدي للوزن اللي انت شايله قوه او طاقه. بمعنى ليه دايما اللعيبه البروفيشنال، بيشيلوا مضارب تقيله؟ لان حركه ايديهم سريعه، سرعه، في سرعه، في ايده، مرجحه ايده كامله، فهو بيدي للوزن اللي هو شايله، المرجحه دي بتدي للوزن اللي هو شايله طاقه، مع ان المضرب تقيل وكنترول، بس هو الباور طالع من جسم اللاعب ومن ايده. فاللعيبه البروفيشنال دايما اللي مجهودهم عالي، والقوه العضليه، بتاعتهم جامده، بيشيل مضارب تقيل. لو اللي مجهوده عالي ده شال مضرب خفيف، على طول بيحصل له مشاكل لا قدر الله، وجع في الريست او في الكوع او في الكتف. فدايما اللي مجهوده عالي بيشيل مضرب يناسبه، مضرب تقيل. طب اللي مجهوده قليل، اللي هو يا دوبك الشورت، الناس الكبيره، الرواد اللي مجهودهم يا دوبك ضعيف، يشيلوا مضارب خفيفه، مضارب تدي باور تساعدهم، المضرب هو اللي بيساعد. الاول البروفيشنال، اللاعب هو اللي بيساعد المضرب، هنا المضرب هو اللي بيساعد اللي بيلعب، المضرب خفيف. طب لو اللي هو مجهوده قليل شال مضرب تقيل، على طول برضه تحصل له لا قدر الله اصابه، ريست، كوع، كتف. فدايما نعرف انت مجهودك جامد وحركه ايدك المرجحه كامله، تشيل مضرب تقيل يناسب الحركه دي، وانت مع حركتك مع الوزن اللي انت شايله هتطلع باور، بنقول عليه المضرب بيبقى طلقه، الكره طالعه منه طلقه. والعكس، مجهودك قليل تشيل مضرب خفيف. متوسط اللي هم دايما دول ما بين المبتدئين والهواة، دول المبتدئين والهواة اللي لسه بيلعبوا، مجهودهم متوسط، بيلعبوا هواية او لسه مبتدئين، مجهودهم متوسط، لا هو كبير في السن قوي ولا هو بروفيشنال قوي، دول بيشيلوا مضارب متوسطه من حيث الوزن، حجم الهيد سايز، الباور والكنترول، مضارب متوسطه. حاجه مهمه جدا، لو انا لاعب تنس وبعمل ابديت او انا بغير وزن مضربي، بشيل مثلا من 280 ل 300، او من 300 ل 320، او انا شايل وزن خفيف 250 وبغير ل 270، وحصلت مشكله، حسيت بمشكله، دايما ارجع خطوه لورا. اي مشكله تحصل في اي ابديت نعمله لازم نرجع خطوه لورا، سواء في وزن المضرب، في الفتله، في الشده، اي مشكله تحصل في الريست، في الكوع، في الكتف، راحه ونرجع خطوه لورا. فكده عرفنا ثلاث حركات المرجحة بإيد في مضارب التنس، ونظريه ان السرعه بتدي للوزن اللي احنا شايلينه قوه، وانك لازم تشيل وزن مضرب يناسبك كمجهود عضلي وكسن وكطريقه لعب مبتدئ او بروفيشنال. نيجي بعد كده للهيد سايز. اول حاجه لازم نعرفها على الهيد سايز، ان احنا بنتعامل في مصر في الهيد سايز بالبوصه، كلامنا كله بالبوصه، هو نضرب طول في عرضه يطلع بالسنتي والحاجات دي، بس احنا في مصر هنا بنتعامل بالبوصه. الهيد سايز، كل ما كبر حجمه، كبر حجم الهيد سايز، كبر بقى المضرب فيه باور، لان المنطقه كبرت، احنا بنضرب الكره من هنا، فدي لما بتتقل وبتكبر بتدي باور للضربه، بتديها باور. تاني حاجه بنقول عليه مضرب متسامح، بمعنى المنطقه بتاعت الضرب كبرت عشان الهيد سايز كبر، فالمنطقه بتاعت الضرب كبرت، فعشان كده دايما الكبار في السن والمبتدئين والهواة بنديهم هيد سايز مش اقل من 100 بوصه، يعني 100 بوصه فيما فوق، عشان منطقه الضرب يبقى متسامح، لو قلشت منه شويه يمين شمال المضرب بنقول عليه مضرب متسامح، هيعرف يلعب الكوره. فدي من اهم مميزات الهيد سايز الكبير. عيوبه طبعا ان الكنترول بيقل شويه، طب الهيد سايز الصغير، دايما بيدينا كنترول، بيدينا تحكم، بيساعدنا ان احنا نتحكم في الضربه اكتر. الكنترول ما بنعملش كنترول، لا، بيساعدنا نتحكم في الضربه اكتر، عيوبه طبعا الباور بيقل، عيوب الهيد سايز الصغير ان الباور بيقل. فالهيد سايز الكبير مور باور، تسامح اكتر، الهيد سايز الصغير كنترول، باور اقل. عندنا اربع انواع للهيد سايز، او اربع مسميات للهيد سايز، وكل مسمى فيه رينج حجم للطارة، حجم للهيد سايز. اول حاجه عندنا حاجه اسمها ميد سايز. الميد سايز
الميد سايز رينج حجم الطاره بتاعته من 82 بوصه ل 95 بوصه، من 82 بوصه ل 95 بوصه. اختصاره دايما بنلاقيه مكتوب على المضارب ام اي دي، الميد سايز ده اصغر حجم من 82 بوصه ل 95 بوصه. بعد كده الميد بلس، هيد سايز اسمه ميد بلس، ده من 96 بوصه ل 105 بوصه، من 96 بوصه ل 105 بوصه. الاختصار بتاعه ام بي، ام بي ميد بلس. تالت حاجه الاوفر سايز، اوفر سايز باين من اسمه ان هو بيبقى كبير شويه، ده من 106 بوصه، من 106 بوصه ل 115 بوصه، من 106 بوصه ل 115 بوصه. اختصاره او اس، اوفر سايز اختصاره او اس، بتبقى مكتوبه على المضارب او اس. اخر حجم سوبر اوفر سايز، ده بيبقى كبير جدا، ده بقى بتاع الرواد اللي هو فوق ال 50 55 60 سنه بيلعب تنس، بيتمتع بالتنس بس مجهوده قليل، بيحتاج مضرب يساعده، فبياخد المضارب اللي هي الطاره كبيره قوي، ده بنقول عليه سوبر اوفر سايز، ده بيبقى من 116 لما فوق لحد 135 لحد 140. دي كده احجام الهيد سايز وتاثير الهيد سايز في لعبنا، الهيد سايز الكبير يدي باور، الصغير كنترول. اختصار السوبر اوفر سايز عشان قبل ما انسى، اس او اس، اس او اس. انا كده خلصت الفيديو، متشكر جدا لوقتكم في المشاهده، واسف اني لو طولت شويه، بس على قد ما نقدر احنا كونا بنحاول نجتهد عشان نطلع حاجه كويسه ونحاول نفيد حتى لو بالمعلومه. وزي كل فيديو، زي كل فيديو مستني من حضراتكم اضافه او تعليق او تصحيح عشان نشارك بعض وكلنا نستفيد ونقدر نفهم تفاصيل لعبتنا، لعبه التنس. شكرا.